ب 1900 ابيع يا حبيب. هنا الاحساء، الساعة 6 صباحا، موسم صرام تمور الاحساء، يسكن والهدوء المدينة، لكن الأصوات هنا لا تهدأ. وصل سعر المن إلى 40,000 ريال في مزاد تمور الأحساء. طبعاً في عندنا طول عمر تمر يجيب له قيمة، وكم من كبرت حبة التمر زاد سعرها، بعنا ب40,000 وبعنا ب30,000 المن، وبعنا ب20,000، يعني تقريباً أقل تمر بيع ب3,000 ريال. تمر كلش مرة حبة صغيرة باعوه 700 ريال 800 ريال. هناك طبعا أسعار مختلفة بين التمور من سلعة إلى أخرى. هناك من يهتم بنماذج التمور من ناحية الجودة، من ناحية الحجم، من ناحية النظافة، وهناك للأسف لم يتصل هذه الثقافة، لكن نتأمل إن شاء الله خلال السنوات القادمة أن لا تأتي لسوق التمور إلا التمور ذات الجودة التي يرغب الشاري فيها، من ناحية سواء من ناحية المصانع التاجر أو من المواطنين أيضا الذين دائما ما يبحثون عن التمرة التي تجمل مجالسهم ونسميها. في الأحساء وبعيدا عن المزاد، أطلقت المحافظة مشروعا جديدا لأسواق التجزئة للمزارعين داخل المدينة للبيع دون منافسة المصانع. منذ بداية موسم الصرام في الأحساء هذا الموسم الاستثنائي بعد جائحة كورونا، بيع أكثر من 2000 طن في أسواق الأحساء التي تمتلك ما لا يقل عن 23,000 حيازة زراعية. خلال موسم الصرام في محافظة الأحساء ارتأت الجهات الحكومية بقيادة محافظة الأحساء بخلق منصات وأسواق إضافية للمستخدم أو المستهلك النهائي من المواطنين وغيرهم لشراء التمور مباشرة من المزارعين، بدلا من الذهاب في وقت محدد. وطبيعة موسم الصرام هناك مزاد، هنا الوضع يختلف عن المزاد، هنا بإمكان الشراء بشكل مباشر من المزارع. ووضعنا 3 أسواق، السوق الأول في أسواق القرية التي نحن فيها الآن، كذلك في أسواق المزارعين التابعة للمؤسسة العامة للري، سوق المزارعين بجوار عين الويمي، وكذلك سوق المزارعين بقرية القرين. الرقم اللي هو الكورونا سكننا بالمزرعة وكان الانتاج على كان يكون تمام انتاجنا، فانتاج الحمد لله السنة كان بخير وجدا واسع، فمن الشبيبي من الشهل والخلاص وذيلي كان انتاج فظيع جدا، والآن تسويقه فتح المجال التسويق، والتسويق إن شاء الله يمشي يعني أكثر من العام. وتهدف مبادرة أسواق تمور الأحساء للتجزئة أيضا لرفع جودة المنتجات وتسويق هوية هذه المدينة. عوض فياض، MBC الأحساء.